كتير، لكن الملعب معذور، اصحاب الملعب هم انت اللي عايز تلعب عليه، خلاص هيعملوا لك ايه؟ وده واجب قومي، افتح الاستاد يا عم. لكن انت بتقول الجماهير بقى والمغرب والاداء والكلام ده كله، طب ما الجماهير راحت استاد القاهره ده كان مليان، راحت استاد القاهره. طب هل في حد منحهم ان هم يروحوا استاد برج العرب؟ لا طبعا مفيش حد منحهم. طب ايه السبب؟ هم شايفين هنا في دلع وهنا في رجوله، واحنا كشعب مصر بنحب الايه؟ الرجوله. طبعا انا عليك طبعا ما بنحبش الدلع. بقول لك واللي يعني واللي يعني انا ممكن انا اللي ادلعك، لكن انت هتخسر دلع اتكل على الله. لكن انت ما تدلعش نفسك. ده اللي حصل مع المنتخب الاول، من الماتشات الوديه انت اكتشفت ان في لعيبه جاي تتفسح. عمرك شفت مباراه رسميه لمنتخب مصر بيحضر فيها 100 او 200 واحد او 1000 واحد او 2000 واحد؟ لان الناس كانت عايزه تقعد على الهوا تتفرج على المنتخب الاولمبي. الناس عايزه تتفرج على المنتخب الاولمبي، هتقول لي المنتخب الاولمبي لانه عمل حاله. شدك. بقول لك عمل لي حاله، عمل حاله. خلت الناس النهارده كل القهاوي والكافيهات والحتت الشعبيه والحتت الكبيره والمناطق الراقيه، كل الناس قاعده تتفرج على المنتخب الاولمبي. البدايه كانت عكس كده. بيرجعوك لحتى منتخب الشباب بتاع 2001 بتاع شوقي غريب. البدايه في اول مباراه امام مالي كان في برضه كان واخدين دروب كبير. كان حلو. ما كانش فيه. معاك. انما الماتش الثاني شدهم اكتر. بالظبط. وزي ما انت قلت لان الناس عندها وعي.